قبل مواجهة الهلال المرتقبة للنادي الأهلي والمباراة الحاسمة والمصيرية في مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا للعام الحالي، لعب المارد الأحمر العديد من المباريات القوية والحاسمة خلال شهر رمضان عبر تاريخه. من أشهر تلك المباريات لقاء الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال عام 2001، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 على الملعب الأولمبي برادس في تونس. فرحة كبيرة جدا في جماهير الأهلي وفي اللاعبين وفي الفريق، 1-1. ومنح هذا التعادل الفريق الأحمر الصعود إلى المباراة النهائية بعد التعادل في لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 0-0. وفي نفس العام لعب الأهلي أمام سان داونز في ذهاب المباراة النهائية، وكانت في ظهر شهر رمضان، وانتهى اللقاء بالتعادل أيضا 1-1. يحسم الأهلي اللقب بعد الفوز في لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثية نظيفة. في عام 2005 فاز الأهلي على الزمالك في ذهاب نصف نهائي البطولة الإفريقية 2-1 في اللقاء الذي أقيم بشهر رمضان على ملعب الكلية الحربية. عماد مزعج، عماد مؤلم. خطر هدف، العارضة هدف، للنادي الأهلي. ثم حقق الأهلي الفوز من جديد بهدفين نظيفين في مباراة الإياب على نفس الملعب وفي نفس الشهر. وفي عام 2012 فاز الأهلي 1-0 على الزمالك في دور المجموعات ببطولة دور أبطال إفريقيا في اللقاء الذي أقيم يوم 22 من شهر يوليو الموافق 3 من رمضان. وفي عام 2013 تعادل الأهلي 1-1 أمام الزمالك في دور المجموعات في المباراة التي أقيمت يوم 24 من يوليو الموافق 16 من رمضان. الجماهير العاشقة والمحبة للأهلي في كل مكان تنتظر بفارغ الصبر مباراة الهلال الحاسمة لتحتفل بإنجاز جديد يضاف لكتاب تاريخ الأهلي في شهر رمضان، ومواصلة المشوار نحو اللقب 11.